بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأعزاء، يمكن أول مرة تشوفوني النهاردة، ولكن أنا من شوقي لضيفنا النهاردة يعني ما قدرتش أسكت، ما قدرتش أستنى، وقلت لازم أنا أعمل اللقاء بنفسي، لأني بفتخر جدا وببقى سعيد جدا مع الأستاذ الدكتور محمد عيسى داود، الكاتب الصحفي المعروف. ربنا يعزك حبيبي. هنتكلم النهاردة عن موضوع شيق جدا، كل الناس سألتنا عليه، هو موضوع حوار صحفي مع جن مسلم مصطفى كنجور. طبعا اللي عارف خلفيات عن القصة أكيد عارف، اللي مش عارف هنعرف النهاردة سر من أسرار الكتاب، والناس اللي كانت بتشكك ان ده مجرد حاجة بس بتتكتب علشان نملى كتب ونبيع، لا، احنا النهاردة مع والد القصة، مؤلف القصة، وده يمكن لقاء نادر جدا، ما فيش اي حد هيقدر يوصل له، ولا حد هيقدر يوصل للدكتور محمد عيسى داود. فانا بفتخر النهاردة ان انا في حضرتك. ربنا يعزك. اهلا بيك دكتور محمد. حبك الله. وباختصار لان انا مش هسأل ومش هتكلم. لا لا عفو، لا تسأل. مين مصطفى كنجور؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آلك يا سيدي يا محمد ويا حبيب الله يا نبي الله، قدر مقامك ومقدر قدرك وقدر لا إله إلا الله محمد رسول الله. واقعيا القصة لم تكن في بالي ولا في حساباتي، ولا أنا بتاع المسائل دي أساسا، حاجة تعلم يعني، وكل الجماهير على مستوى العالم يعلمون أنني كاتب سياسي ومحلل سياسي وخلفيتي إسلامية، دارس مقارنات الأديان جيدا، ولكن بعيد عن أن أنا أتكلم عن عالم الجن بخبرة حتى، لكن مؤمن به كإيماني بالغيب، وده برانش بسيط من عالم الغيب، ومؤمن بالقرآن العظيم، وإن في سورة اسمها سورة الجن، وفصلت في حياتهم وطرائقهم وأديانهم. لكن كان أحد أصدقائي الأستاذ الناشر الكبير لمؤسسة تهامة، أستاذ محمد بن أخر، هو من عمالقة النشر في الأمة العربية، فكان نفسه ان تهامة تعمل شيء عن هذا العالم. هو يعلم ان طبيعتي لا اكتب للكتابة، وعمري ما كنت ببحث عن ربح من كتبي، بدليل ان كل العالم بيطبع كتب وبيزورها باسمي بس الارباح بتروح لهم يعني. ما عرفش عنها، ودي قصة معروفة يعني. فقلت له انت تعلم جيدا ان انا مش بتاع تفصيل. قال لا العفو طبعا انا عارف، لان طبعا كثيرون من أدعياء ان هم يبقوا كتاب نفسهم اللي هو عبد مشتاق يعني، فيقص ويلزق ويفبرك ويعمل وكلام من ده. شغلي كله لله الحمد حتى السياسي ميداني، يعني أسرة الحمد لله سياسية ودبلوماسية ودينية عسكرية، فميدانيا كل اللي بتكلم فيه حتى في كتبي هي خبرة ميدانية، طبعا مع التأصيل العلمي، لكن اني انغمس في هذا العالم او ادخل فيه خارج حساباتي مطلقا. في قصص مرت في حياتي زي هذا بالسمع يعني، انت عارف حضرتك صلتنا بالريف، طبعا انت عارف الريف بيعيش الخيال للأساطير، واحيانا تدخل فيه الخرافة، وفي قصص بتبقى حقيقية من كثرة ما بيختلط بيها اباطيل بتبوظ الحقيقة. يعني في قصة الواحد زمان أعرفه في الإسماعيلية كان اسمه قرندل، واسمه عبد بس بيسموه قرندل، حتى فكرت أكتب كتاب اسمه سر قرندل، قصة حقيقية واقعية يعني. الشاهد لقيت في يوم من الأيام حد من جهة بعيدة، قرابة بعيدة، هو شيخ و متخصص في العلاج بالقرآن. بالقرآن.
حضرتك يعني زي ما بيقولوا بلدي كده بيطلع. اه كان اسمه الشيخ اسماعيل عبد الجليل. ما هو زيه زي الولد اسمه منصور ده. بس ده من الخونة يعني. الافاقين برغم الواحد الحمد لله كان فضله عليه كبير يعني. ولكن الخيانة دي مالية الأمة بكل أسف. طبعا. وساعدته في حاجات كتير لكن ده كان بيعالج حي يعني. رحت معاه حاجات برضه عشان بجملة الأشياء دي لأن هو كان في نفس نفس التوقيت لأن هو تعرفت عليه في نفس التوقيت اللي كنت بنشر فيه الكتاب ده. فقلت أخد خبرة فكان بيعالج. طبعا هو نصاب يعني إنما اسماعيل عبد الجليل لا كان صادق. يعني واحد صادق مش مستني حاجة من حد ولا كلام من ده. فالمهم دول زي اللي هم في المحسمة؟ هو كان من الشرقية. لا المحسمة اسماعيلية. بس هو كان من الشرقية نفسها. اسماعيل عبد الجليل؟ يعني ما شفتوش يمكن من 30-40 سنة. فلقيت العميد محمد حسن بيقول لي وطبعا أنا كنت بسافر كتير وخدمة الأمن القومي المصري. فبيقول لي ده اسماعيل عبد الجليل سأل عليك أنت فاكره؟ قلت له أنا فاكره لعبنا كورة أحيانا لما كنت أروح إسماعيلية وكلام من ده. بس فقال لي ده هو عايز نمرتك. قلت له مفيش مانع مفيش مشكلة كلمني. بقول له عامل ايه وبتاع وكلام. قال لي والله الحمد لله وبأدي الأمانة بتاعتي وبخطب الجمعة يعني هو عالم يعني. إنما دخل لظروف ما في القصة بتاعت العلاج دي. فقلت له طب والله كويس أنا محتاج أبقى أقعد معاك علشان في الأستاذ محمد بناخر بيفكر في كتابة حاجة عن الجن وانت عارف انا ما بحبش ابقى تقليدي يعني. لا بس يعني الكتاب كسر الدنيا دول. ما انا حاول سيادتك ازاي جه انت مش بتسال عن السر. انت شوف كم نسخه كم طبعه راحت. يعني والله العظيم عامر العقاد في باريس بيقول لي اعرف ناس كسبت ملايين من الكتب دي والكتاب ده بالذات. من الكتاب ده بالذات بس لو اتكلم يقتلوني ولا بالعكس الكتاب ده حضرتك واغلب كتبي لا اربح فيها واحيانا باخد كنت اخد نسخ هدايا واوزعها معروف عني كده وفي اتحط في مساجد. انا كنت ما بشوفه في السوق اقول لاصحابي الحقوا الكتاب نزل. تاني يوم يقولوا والله ما اعرف مين اللي بيطلع. ما فيش ولا نسخه. ما هو بينزل ككل كتبي لله الحمد. طب هو ليه يعني دكتور يعني كتاب لله الحمد اي طبعه بتنزل بتتشال سواء سياسية اجتماعية دينية حاجة عن العالم الغيب ده أو العالم ده سيادتك. فعلى كل حال يعني بإيجاز قلت له أنا عايز أقعد معاك واخد خبرة عن العالم. هي طبعا قصة حقيقية. القصة حقيقية يعني والله أنا بقول يا فندم عليها السر منين جه. شوف سيادتك ما فيش شيء في حياتي إلا عليه شهود حتى اللي بيكون راح من الأموات إلا أسرار أمن قومي وبرضه لها قادة كبار يعني قادة أسامي تقيلة في منها اللي أفصحت عنه في حلقات يعني. متى عملت كتاب ثق إن بتبقى القصة واقعية بنسبة 200% مش 100%. حضرتك غني عن التعريف يا دكتور. الناس كلها القراء كلها واثقين لله الحمد جدا. لله الحمد الشهود. ده أنا بقول لك شيخ أهو ده أنا بقول لك اسم شيخ. الموضوع صعب الاستيعاب على إسماعيل عبد الجليل موجود حضرتك ماشي. في مساعدين وزراء حضرتك في وزراء في سفراء حضروا القصة دي. بل الأستاذ محمد راضي اللي عمل فيلم الإنس والجن وكان عايز يعملها فيلم. بل في المخرج محمد السباعي والأستاذ كرم مطاوع الله يرحمه وكان هيعملها مسرحية. حتى كانت البنت السودانية دي اللي أول ما غنت أغنية في البروفات جواه. ده أنا بقول لك شهود يعني على الواقعة يعني. ووقتها كنت بسجل له هو قال لا ما تسجلوش فيديو. فسجلنا الصوت. بس طبعا شريط الكاسيت دي في منها عندي بس طبعا متاهه يعني. اتنقلت بتاع 6-7 مرات يعني. بدايه الموضوع عند الشيخ اسماعيل. فهو علشان يبقى جايب شاهد معاه فجاب ابن اخت الراجل الممسوس ده واسمه سيد. من الشرقية. السيد ده تشوفه حضرتك بدورين ما شاء الله يعني. هضبة. حاجة عملاقة يعني. انا حتى بقيت اقول مش ممكن جن
يعمل حاجة في واحد زي ده يعني صعب عليه يعني لا حقيقة تصوري تصوري ما ليش خبرة بالعالم ده يعني. هو حظه حلو جن مسلم قرآنيا أعرف أن جن له قدرات في عالم شديدة وطبعا قرآنيا بعرف أن عمله لسيدنا سليمان يعني ما شاء من قصور باللورية وتماثيل إلى آخره. فالمهم قلت له أنا يعني عايز أقعد معاك، فهو ما قاليش ان هو معاه واحد في حالة مس كلي يعني جن مسيطر عليه فقط قال لي طيب ده انا هعمل لك مفاجأة لان هو معاه واسلم على ايديه حسب الرواية يعني اللي سمعتها منه. فقال لي انا هعمل لك مفاجأة. ففعلا اديتهم موعد جولي فجالي ومعاه سعيد ده ما شاء الله بفتح له لقيته يعني طول الباب وابن اخته كان اسمه امام. المهم بعد ما قعدوا وخدوا ضيافتهم بدا يحكي لي بان هو بيعالج وكلام من ده وفي واحد جاله مبتلى بسحر اسود اللي هو سيد ده وانه عالجه وضمن العلاج كان بيحضر عليه شياطين وجن ويتكلموا على لسانه إلى أن ربنا هدى حد فيهم وأسلم. خلي بالك من حاجة، أنا من النوع اللي بدقق في شيء وأجيد تحليل الأشياء كويس جدا فمش بسهولة بصدق الأمر يعني بحط الأمر معمليا يعني بحكم شغلك في المخابرات أو في الأمر طبعاً، يعني طبعا لازم تدقق في كل حاجة كل شيء بحكمة. فقلت لهم طب ايه اللي يعني يخليني اثق ان في جن بينطق على لسانه وكلام منه. وانت عارف ساعتها بموجات التكذيب والعلمانيين كتير في القصة واغلبهم اصلا ثبت لان هم بيبقوا الشيطان لابسهم هم يعني. فقال لي اسأل امام انا تعمدت اجيبه عشان يبقى شاهد، انا عارف ان انت يعني العميد محمد حسن ده اللي انت ايه فلازم اراعي العقلية دي. فقلت الامام ده وكان شاب ومتدين يعني سلفي بس كان شديد السلفية. قلت له طب ايه اللي خلاك على يقين يعني؟ قال لي خالي كده واللفظ خالي انا ادرى بيه يعني هو بيقرأ الجرنان بالعافيه كسر بيقرا وبيفك الخط وسيد قاعد سامع فانت هتشوفه وهتشوف مخلوق تاني بيكلمك في الفيزياء وبيكلمك في طب وبيكلمك علم واحد عالم بيتكلم. فمش ممكن يعني انا عشت القصه معاه وهو بيتكلم كده فوجأت ان سيد راح قايم واقف وفجأة تهبط على الارض والصوت اتغير تماما يعني زي ما يكون واحد يعني حاطط حاجة في زوره كده وانا برضو كل ده انا مش مقتنع يعني. بس ما خفتش يا دكتور؟ لا انا ما بخافش، انا من الصغر حضرتك احنا يعني اولا كنت في الكشافة صغير تربية الحمد لله عسكرية وبيت عسكري الخوف عمري يعني كنت حتى انا واقربي نطلع في ست عالب حضرتك نتعمد مشي بالليل حتى نعدي بين المقابر لان في نهي عن كده منفردا يعني حضرتك فطول عمري 67 حاضرها وانا صغير. احنا شايفين صور اهو مع اسود وفهود لا عادي ده الحمد لله عشق انا عشق الاسد ده من الطفولة حضرتك كنت اروح جنينة الحيوانات ليه مخصوص واتكلم معاه يعني وجيد نوعا ما فهم الحيوان والطير والحاجات دي يعني عندي عشق ليهم فوق خيال حضرتك يعني. انت شخصية نادرة جدا يا دكتور. لا العفو بالعكس انا والله ابسط مما يعني تتصور بس بعيش الفطرة يعني المهم لما شفت يعني بتقول حاجة كده ما شاء الله ما انا لا بيتحول وفجأة وراح قاعد صوته. لا قاعد يعني الهبد على الارض شديدة والصوت اتغير والعين ودي اللي انا تعلمتها ان الممسوس فعلا فعلا الفيتشرز بتاعه الملامح لا شك يعني سهل اشوف بني ادم قدامي اعرف ان ده ملبوس وشيطان بينطق عليه وفي خلق كتير كده حتى في بيطلعوا في الميديا وبتاع وبيبان عليهم باين في عينيه نفسه. طب احنا باين علينا حاجه يا دكتور؟ لا انت حضرتك بص حضرتك ما دام الانسان متمسك بكتاب ربنا و
يعني ألا بذكر الله تطمئن القلوب ذكره، غير إن كيد الشيطان كان ضعيفا والجن غير الشيطان، الشيطان من الجن. وسمعت ناس مش عايز أقول أسامي والله جالي دهشة أن يطلعوا يقولوا إبليس أبو الجن. يعني اندهشت على التخلف العقلي والتخلف اللي لقوا شيوخ سموم يا معروفة، بس مش عايز يعني أعرض، مش عايزين نتطرق للموضوع، مش هدف عندي، خلينا ولا السيد هدف. اللي تحول بقى. فطبعا يعني غريب، وليت الصوت غريب جدا وذبذبات العين اختلفت، ثم الأصابع عارف حضرتك يعني الشكل اتغير، الشكل اتغير يعني بقى فيها حدة غريبة جدا. وبعدين أنا لاحظت إنه وهو بيقف وبيقع يعني عيني جت عليه، فلقيته وقف على طرف رجليه. يعني كانت غريبة يعني عارف صوابع. وفعلا بعد كده لما كان يبقى ملبوس واتحرك قدامي كنت بلاحظ بيمشي كأنما على الأصابع دي، كأنه ماشي زي الباليه. مشهد بالضبط. احسنت سيادتك، انت فنان يا حسين بيه. الله يخليك، احنا بيكفرونا كموسيقيين وفنانين ازاي يعني اهو بيقولوا يعني الفطره السماويه اللي كلها موسيقى. والله يا دكتور عايز اعمل مع حضرتك حلقه في الموضوع ده، لان ناس كتير بتتكلم ان ده حرام حرام حرام، بقى كله حرام. طب ما يقراوا لشيخهم العظيم الشيخ يوسف القرضاوي، دكتور القرضاوي. لا مش هم دول اللي بيتكلموا، في ناس تانية مش على مله القرضاوي. ناس بيتكلموا القرضاوي سلفي. لا في ناس بتتكلم يعني نطرق الموضوع ده بعدين، ان هو ماشي. موضوع الموسيقى لا حضرتك اتكلمت مع مصطفى قبل كده في موضوع الموسيقى وانها حلال ومفيش اي مشاكل يا فندم، شيء فطري. وعلى فكره ناس دخلت برضو علقت وقالت مين انتوا بترضوا مين، بتكلموا في ترضوا مين يعني ايه هو في حد وراء ما الامر واضح، انتوا اللي مين؟ انتوا ناس جهله متحجرين تماثيل جامده، لا حس ولا عواطف ولا اخلاق ولا ضمير، ولذلك دمويين. والله انا رديت بالقران، رديت بالقران وبالحديث، ورديت بالعلم يعني بالموسيقى. فندم القرآن نفسه موسيقى. القرآن نفسه موسيقى. ده في حتى الحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يعني نفس اسمع المنشاوي وشوف حضرتك التقسيمات والنغمات وعلم النغم وعلم النغم الشيخ مصطفى اسماعيل الشيخ رفعت الاخره. يعني ايضا على رأي الشيخ عطية صقر ربنا يرحمه يرفع درجاته، زورته في البيت وعملت معاه ريبورتاجات الاخبار وانا فيها في بداية حياتي، كذلك الشيخ محمد الغزالي، كل دول مش عاجبينهم. ما هو طبيعي حضرتك لما يبقى انسان عبارة عن تيس عايش، ولو ان التيس ممكن يفهم ويبقى عنده الحس، انما دي ناس جوامد. يعني ده انا يعني بقول الراجل ده لما بيجي يتجوز ليه؟ يعني قطعا هي مسألة عنده جنسية وخلاص وخلصت، وبعد كده ما تكلمينيش يا بنت، ما تعمليش يا بنت، فين الحس؟ فين العواطف؟ فين الكلمة الجميلة؟ ما فيش. اخبر حضرتك ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم حتى عن العلاقة مع المرأة وازاي العاطفة تتكون مع النغمة والكلمة الجميلة. يعني بقى ان شاء الله لما يجي وقت ونتكلم بأدلة من القرآن وهنتكلم بأدلة من السنة والهبل اللي هم فيه ده ليس له علاقة بدين، هم قدموا النسخة ملهاش علاقة بالإسلام. دي الحقيقة يعني، ولذلك فشل في دعوتهم، واللي بيبقى يستجيب لهم تلقى زيه صنم. ماشي، على كل حال حضرتك خلينا في القصة دي. متشوقين المهم يعني الراجل ده فلقيت الصوت بيتغير وبعدين ألقى السلام. بس عشان بس المشاهدين يعرفوا، نعم، سيد يا جماعة بيقرأ الجورنان بالعافية، يعني بيقول ان هو امي لا يقرأ ولا يكتب، علشان اللي هيصدر منه بعد كده. لا بيقرأ ويكتب ولكن في حدود العادي اللي هو زي اللي اتعلم لغاية مثلا ابتدائي. تالتة ابتدائي رابعة ابتدائي كده، مش هو اللي يتكلم في علوم ويتكلم لا 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 لا. الناس اللي عندهم الكتاب يتابعوا، لو اللي عندك كتاب تابع واقرأ معانا وامشي بالترتيب من اول الافتتاحية عشان تعرف الدكتور محمد عيسى داود كتب من البداية ايه
وفي النهايه وصلوا لايه. بس هو بيقول دلوقتي اسرار مش كاتبها في الكتاب. اه لا في حاجات كتير بيقول اسرار غاليه دلوقتي جدا هي المفروض تبقى كتاب بعد كده. ان شاء الله الطبعه اللي هتتعمل هيتقال فيها الامر الحقيقي. ليه عفوا حضرتك برضو انا بكرر عشان الناس اللي هي اساتذه السرقه الفكريه حتى منهم الواد عابد البقره ابو بتاع ده فيلم مولانا القصه انا قايلها مع ابراهيم حجازي وقايلها مع استاذ جمال الشاعر وقايلها مع محمد عيسى ابراهيم وكلام من ده قبل ما يتكتب ويبقى فيلم وبتاع ليه قصه القاء الخطاب عند مسجد عند مقام الامام الشافعي اتسرقت وعملها فيلم. يعني انا مش فاهم يعني ما هو الطبيعي بقى ان يطلع يتكلم في عباده البقره ويشكك في القران انك حرامي واحد حرامي يعني اصلا وحضرتك والادله موجوده والادانه موجوده يعني بس الواحد مش معقول كل يوم حاجه اعمل قضايا بقى لا ده السفلات كترت على كل مستوى. فحضرتك الاستاذ محمد راضي اصرت له بالحقيقه القصه الحقيقيه فهنا بقى اصر عايز يعملها فيلم عشان يجيبها من بدايه كان عايز يجيب القصه. وقت انا كنت بسافر كتير فقال لي بس عايزين بالتعبير بقى بتاع مخرج عظيم ان قال لي بالتعبير كده عايزين نغير القماشه دي بمعنى الحبكه الدراميه من جوه ان نعملها بدل الريف تبقى في المدينه. قلت له دي ما هو انا مش فاضي وما بقعدش وبسافر على طول يعني كان في وقت المطار يكاد حفظوني الا لو مطار سري او حاجه اخبر حضرتك. فالشاهد يعني القصة الحقيقية مذهلة اتحول ودرس للعالم كله درس العالم كله بس مش عارف لان لسه يعني اخشى اقولها تتسرق ابص عليها اتعملت فيلم لا مش هنقولها مش عايزين نقولها دلوقتي احنا عايزين نقول خليها لغايه لما ينزل لان انا هذكرها في الطبعه الجديده الحاجات اللي قالها لك بقى مصطفى كنجور اول لا الاول انا بالنسبه لي كان صدمه يعني ما زلت في شك مش يعني فهو المهم بعد لقاء السلام العتب بدا يعني قال لي انت يعني انت مش مؤمن ان في جن قلت له لا مؤمن قال لي أنا بقى جن والله كده انا بجد يعني الصوت خارج من بق سيد بس مش مختلف يعني خالص هو يستخدم جثه سيد للحوار بالضبط انما اللي بيتكلم مصطفى ما انا حول سيادتك ما انا يعني مش سهل يعني دخلته المعمل وبعدين قلت برضو اللي ماشي لو في ضلمه ماسك كشاف لا ده انا لازم اجيب بروجيكتور انا لعبت كوره على الاضواء اللي فلازم نجيب بقى ايه كشافات استاد فاستعنت بعقول كتيره يعني حتى الموضوع وصل لحسن بيه الالفي وعمه الاكبر عبد العظيم الالفي ومساعدين وزراء وصل لقيادات بقى قيادات كبيرة وفي ناس أجروا تجارب يعني يعني في حد بدون ذكر أسماء كان فعلا معمول له سحر في مكان الجاب يعني تترمى يعني عفوا حد اللي قال يعني مصطفى ده قال أو كده ولا ده الجاب ازاي مصطفى اللي كشفه هو طلب قال امهلوني 5 دقايق الحاجات دي ما قلتش في الكتاب لا قلت دي أنا قلتها في الكتاب بس في تفاصيل أنا فيها انا قاري الكتاب يعني. اكتر من 20 مره يعني قلت جزء منها طلب 5 دقايق بالضبط 5 دقايق ومعاه هو معاونين يعني احنا قاعدين مجموعه فعلا سمعنا تك حاجه اترمت قدامنا اقنعني بقى يعني مثلا قاعد 6 7 ومنهم ناس وكلاء نيابه عفوا يعني العقليات الجامدة يعني تحقيق ما بيسيبش الهفوة لا 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 ضباط 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 تقال يعني وانتوا برضو يعني انت برضو ما بيعديش عليكوا حاجة طبعا ما انا مش سهل برضو وانا بقول لك مفيش حاجة بتعدي كده يعني وكون انه حد يتكلم لك انا جني يا فندم قصة اللي يكذب بيها ده يبقى انسان مجرم ده كان سنة كام يا دكتور؟
كنا في التسعينيات يعني, يعني او 2000 يعني او قريب. يعني نهاية التسعينيات ودخلنا في 2000 يعني. طبعا مصطفى كان جور موجود لغاية دلوقتي؟ لا ما اللي انا عارفه لا يعني ما توفاش. انا اقول لحق هو سنة 2000 مع الانتفاضة بكى والله على ما اقوله شهيد حدث. كان بيبث حاجات في التلفاز قاعد يبكي وقال انا نفسي اروح شهيد. فانا استثمرت دي تقوله طب صحيح احنا في الحروب مثلا بنحارب اليهود في جن يهود وجن مسلم, طب انتوا ليه ما بتساعدوش؟ قال لي مين قال لك ان الجن المسلم ما بيساعدش؟ بيساعد بس بيقاتلنا يهود برضو جن يهود يعني, يعني دي معلومه يعني في عالم اخر عمري ما كنت اتوقعها يعني. يعني قال لا بيبقى لنا دور الملائكه لها دور طبعا. قلت له طب انتوا بتشوفوا الملائكه؟ قال لي لا نوع مننا احيانا يشوف واحيانا الملائكه بعض الملائكه يعني تاخد صوره وممكن تبقى مرعبه للمجرم مننا. حضرتك قال انا اعرف عن يعرف عن تاريخ عيلتهم بيقول عرفنا ان في ملائكه موجوده في مكان بيقول اهله يعني وقبائل منهم بيقول دخلوا في اماكن اختفوا في اماكن بيقول كان بالشهر ما يطلعوش من الرعب من جند الله الملائكي. فدي حاجه بتزيد حتى يقين الانسان المؤمن ان لك اصدقاء بعالم الغيب من الملائكه يعينوك في اي شده ضد اي جن واي شيطان. وده اللي خلاني ايقنت اكثر ان الانسان اقوى من الجن بكتير. حتى هو بعد لما اصبح بقى فيه يعني ايه حوار رايح جاي يعني حول سيادتك المدة قعدت 3-4 شهور وحقول لك ليه يعني. فوالله على ما اقوله شهيد احيانا يروح قاعد فجأة على الارض وبعدين يقول بس كمصطفى اما خلاص احنا بنتكلم بقى على يقول لي علمني مما علمك الله علمني مما علمك الله. اقول له انتوا مش عندكم علماء؟ يقول لي في علماء بس انتوا اعلم. هو بس عشان نعرف الناس اللي مش لاقي الكتاب هو كان مسيحي كان مسيحي واسلم وابوه اسمه سمير ابوه اسمه سمير رسلان حسب ما قال واحيانا انا بس يعني عشان زي ما تقول ما اصرفش في عجل احيانا كان يقول لي اصولهم مسيحيه واحيانا يقول لي لا ان اصولهم بوذيه يعني الاصل الاقدم فيهم اللي دخل في المسيحيه ولكن هو اختار الاسلام وكان معاه 1000 واحد 5000 كان يقول لي معايا خمس هو امير على يعني امير لمقاطعه لا لمقاطعه وزي ما تقول انفصل عنهم ودول اسلموا معاه وخلاص يعني. فبدات دائره المعرفه عندي تتسع ان سبحان الله العلي العظيم فعلا اللي يكذب بصوره زي صوره الجن ما احمقه يعني 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 بيتكلموا وبيخبروا عن احوالهم وسيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم انبأ العالمين بهذا بحق وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا سموا كل من يتطاول على الذات العليا في عالم الجن سفيه فاحنا اولى ان اللي يتطاول هنا ان احنا نسميه السفيه ويتحاكم حضرتك. ف برضو لان الامر كبير القصه كبيره جدا حضرتك وانا اوجزتها طبعا يعني الكتاب هو موجز لقصه قعدنا فيها 3-4 شهور لانه هو قال ان سيد ده شارب اسحار كم اسحار مش طبيعيه كبني ادم فعملت له بؤر في المعده بتخليه زي حارس المرمى المفتوح ما فيش جول تعملها تصوت كل شويه جول فيه حضرتك التعبير بالظبط كده وحتى ده التعبيرات اللي كان بيقولها سيد ده على الطبيعه لما بيفوق ما بيبقاش فاكر حاجه طبعا مش هو اللي كان موجود بالضبط ودخلناه في كذا تجربه يعني التجربه اللي راح جاب سحر وفك ودي وكلام من ده فعلا بعد لما بيغادر الجسد ده الولد بيتصرع سيد ده بيتصرع يعني بيجيله برام جسده الرهيب بيبقى بيتزلزل ده كان يصعب عليا يعني يعني شيء بشع حتى انا بقوله مصطفى يعني الوضع ده حرام قال لي ما انا بنقذه من ان حد تاني من حد تاني يدخل فيه لغايه ده علاجه في زمزم سبحان الله مليار سبحان الله ما ده للامه يبقى اذا صدق سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم لما بيكلمك ان زمزم شفاء سقم
ضحك وطعام طعم، يعني هي طعام وغذاء وشفاء. اخبر حضرتك مشهور بماء. فوقتها كنت اعرف السفير السعودي معالي السفير ابو بكر رفيع، ربنا يا رب يأجره، وكان السيد عمر بكرمان القنصل هنا وحتى حضروا معايا التكريم بتاع معالي الشيخ حسين عرب. انا كنت زي مقام ابنه اللي هو كان اول وزير حج واوقاف في السعوديه يعني. وحضر الشيخ حسين عارف القصه دي وحكالي القصه اللي يمكن قلتها قبل كده، لان هو كان زميل الملك فيصل في الدراسه. فكان من اصدق المخلصين ليه لدرجه الملك فيصل لما بقى ملك جاب معالي الشيخ حسين عرب وزير للحج والاوقاف، هو اول وزير حج واوقاف يعني. وحكى لي لما كسرت الكعبه عبد الناصر منعها وقعد يدعي لي عليه للصبح خبر حضرتك. فبيحكي لي ان الملك عبد العزيز لما جاب ابن الملك فيصل وزير للداخليه، ففيصل راح جايب الشيخ حسين معاون ليه وكيل الخارجيه. فحكى لي حكايه عن حد جاي يتقدم بشكوى ليهم انه ساكن في منطقه نائيه ومفيش غير بيت قريب منه، بس بالليل العيال عند ده بيحدفوا طوب وبتاع، فمقدم شكوى. فبقول رحنا جبنا التاني استدعيناه، يعني الشرطه جابته، بقول اجرينا تحقيق، وبيقول انا نفسي حضرته يعني. طلع ما عندوش عيال؟ لا طلع في عيال بس اقسم بالله انه ما بيعملش كده. جن بقى؟ فقال له يعني جن؟ قال له والله ما اعرفش. فبيقول حطينا خطة، وأخبر الملك فيصل يعني حطينا خطة إن يستضيفوا الراجل بزوجته بعياله والبيت يبقى فاضي عشان يضمنوا إن محدش يبقى موجود، وكمان يحطوا ناس من الشرطة في البيت. كل يوم يجي يشكلهم إن برضه تحدف عليه طول. فبيقول أيقنا إن المسألة الجن. دي فيها جن حضرتك. فبول جبنا قعد مع الراجل وقلنا له على فكرة الوضع الحقيقي، احنا ضيفناه وكان تحت سيطرتنا وفضينا البيت وفضل. قال له بول الراجل هو انفعل يعني جن اللي بيعمل كده؟ قال له والله احنا دي الحقيقة يعني. قال خلاص انتوا تشوفوا لي حل. فالشيخ حسين بيضحك بيقول لي والله حتى الملك فيصل قال له يا عمي يا ابويا احنا لسه ما عملناش اداره اسمها اداره يعني مكافحه العفاريت وشغب الجن. مكافحه الجن من الوقائع يعني اللي هي الشيخ حسين صدق على صحه الكتاب والوقائع دي. وعلى فكره الكتاب خد فسح في السعوديه بعد مراجعته يعني، يبقى اكيد حارب من السلفيه والوهابيه. حرب وحق لدرجة بعد ما منعوه ما فيش أسبوعين ثلاثة أربع شيوخ نزلوا كتاب مشابه. الله باسم مين؟ أي بقى شيوخ من بتوعهم يعني، مش عايز أعلق يعني. إنما الشيخ عبد العزيز بن باز كان بيكتب عندي، فبعت لي حتى إن هو نفسه في جن أسلم على أيديه الشيخ عبد العزيز بن باز، وعملت أنا الطبعة بمقدمة الشيخ عبد العزيز بن باز. طب مصطفى اسلم على ايد اسماعيل، الشيخ اسماعيل مش كده؟ مصطفى اسلم على دين الشيخ اسماعيل. فالشيخ عبد العزيز بن باز صدق ان الوقائع دي هو نفسه في جن اسلم على ايديه. فانا حتى وقتها علقت ان الشيخ عبد الحميد كشك عليه رحمه الله اشهد الله حضرت ثلاث اربع وقائع معاه في جن اسلم على ايديه. هو مصطفى كان بيقول لحضرتك ان هو بيروحوا يصلوا في الحرم ان تايم على طول في ساعتها بالظبط، بيقول بيصلي مع قرين النبي عليه الصلاه والسلام واسمه حبيب الهدى. حبيب الهدى قال لي حبيب الهدى. حتى انت سالته قلت له قريني موجود؟ قال لك موجود معانا. طب انتم موجودين فين؟ قال لك في اسقف الحجر بركه الاكل. بركه الاكل اول العظام زي ما بيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيبقى عليها كسوه لحميه شبه اثيريه ما حاجه ما العلم نفسه عاجز ان هو يكتشفها. هم بياكلوها يعني العظم والبعر. ورد البعر، بس يبدو البعر لنوع اللي هو يعني زي الشياطين والحاجات دي. لأنه الشياطين تقدر تعتبرها كده أقذر المخلوقات في عالم الجن. لأن برضو رب العالمين نظر لأبوهم بعين السخط يعني، سموميا أغلبهم مسوخ. وهكذا لا لأبوهم إبليس اللي هو الشياطين. إبليس أبو الشياطين وليس أبو الجن، بس عشان نصحح للناس حضرتك.
أبو الجن أنا بميل إن اسمه جان، يعني والجان خلقناه من قبل آل جان. الجان. آل جان. هو كان في قبلهم خلق البن والحن في كانوا بيقتلوا ابن عباس. لما ابن عباس رضي الله عنه ذكر هذا، يعني اتكلم عن الحن والبن في الارض. حضرتك عمرانه بمخلوقات يعني تاريخها كبير، في منها اللي آل البيت حتى تحدثوا الامام ابن عباس اخذا عن سيدنا الامام علي سلام الله عليه، لكن التفاصيل يعني هتفيدك هيك انسان كان ربنا حكى لنا كل التفاصيل يعني. طب ما هو الكون حضرتك في يعني تعارف بين علماء الفيزياء ان نقطة البدء في الخلق تعود الى 10 بليون عام. لكن الارض خبر حضرتك حوالي 180 مليون 4.6 بليون. ولكن يعني في حاجات قيست بالكربون المشع كربون 14 اثبت ان لا الريديوم 237 يجيب ملايين. في حاجات ثبتت ان في صخور عمرها 180 مليون سنه. ما انا بقول الدكتور مصطفى محمود بيتكلم عليها. ما انا بقول لك 4.6 بليون. بليون ما خدش بالي بليون 10 نقطه البدء اللي هو الرتق اللي فتقاه الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض. رتق كله كتلة واحدة زي الأرض لما بنسمي الكتلة كلها كانت بانجيا، وربنا سبحانه وتعالى خلاها قارات وبقت صفائح تكتونية يعني على المية. يعني 4 بليون. 4.6 بليون يعني تقريبا نص المسافة بتاعت الخلق. يعني الخلقة بدأت من 10 بليون. بليون. الأرض 4.6 بليون. يعني حضرتك دي اللي في القرآن. درسناها في الآثار حتى. دي اللي في القرآن لسه ربنا بيتكلم عليها إن هو خلق الأرض في 6 أيام. ستة أيام ده اللي هو من. لا حسابات أخرى. أيوة لا ما أنا بقول الكلام ده من 4.6 بليون. بليون. سنة. لا نرجع لمصطفى. وهو هو رب العالمين لو عايزها كن فيكون يعمل لنا. بيعلمنا يعني طبعًا. بيعلمنا الترتيب والأنا، وهو قادر إن يعني قادر يخلق الأشياء مرتبة وفي لحظة وجزء من الفيمتو ثانية كمان. قدرته مؤمن بيه جدا. احنا قادرين على استيعاب الموضوع ده حاليا يعني مش مؤهلين له. والله أنا يعني الحمد لله مستوعبه كويس. لأن شوف سيادتك زي الحلقة اللي بنتكلم مع مصطفى بي محمود فيها ان شوف اسم مصطفى محمود ده جميل يعني سبحان الله يعني كانما يعني مدد برضو مدد الدكتور مصطفى محمود ماشي معاه. ان الايمان بالغيب امر هو اجل امر اراده الله سبحانه وتعالى من المؤمن. فاذا توافر لدى المؤمن هانت الامور في الفهم والاستيعاب. اذا ايقنت ان الله سبحانه وتعالى قدرته مطلقه مطلقه، وأنه كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. سمعت واحد مرة يعني أخطأ فيها قال كلمح البصر. ضحكت. كلمح البصر إيه؟ كلمح بالبصر يعني تعجز التقسيمات الزمنية أن تتواجد. ملهاش مقياس زمني. خارج الزمن خارج القياس.